هي آثار الحرب التي أبت إلا أن تتركها قبل أن تضع أوزارها، آثار يجمع العالم على ألمها بمجرد النظر إليها أو حتى السماع بها. فكان لابد من كيان يسعى إلى إيجاد الحلول ليضعها في خدمة الذين فقدوا أغلى ما يملكون وضحوا بأعضائهم التي بترت في سبيل الثورة. بالحصار المفروض على الغوطة الشرقية اللي صار له أكثر من سنتين علينا، وبالقصف المستمر اللي عم يخلف حالات إعاقة خلينا نقول متزايدة يوم بعد يوم، كان لزام على ذوي الاحتياجات الخاصة، على أصحاب الكفاءات من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم، أن يقوموا بمؤسسة، لأنه للأسف ما عندنا مؤسسة نحن تكون هدفها تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ورفع مستوياتهم. فقامت رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة في الغوطة الشرقية لتكون الدرع لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالغوطة، فترفع من المستوى التعليمي وترفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة تأسست بعد زيادة الأضرار وحالات الإعاقة التي سجلت في الغوطة الشرقية، فهدف مؤسسوها إلى تأسيس الرابطة كي تكون اليد المساهمة في رعاية ذوي الاحتياجات في الغوطة. كما تهدف الرابطة إلى رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والصحي والاقتصادي وتقديم المساعدات اللازمة لأصحاب هذه الإعاقات والعمل على تأهيلهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية. الإعاقات كثرت بالغوطة ولازم العمل يكون تحت إطار مؤسسة أو رابطة، حتى إجا يعني إذا إجا أي مثلا دعم أو أي تنظيم المؤسسة هاي يكون في معلومات كاملة وكافية تخص الفئة اللي إحنا بنعتقد إنها هي كانت منسية ولازم نسلط عليها الضوء، وهذا الموضوع إحنا دعمناه لأنه بيحقق الأمور هاي. وبذلك تكون الرابطة قد وضعت من خلال أهدافها منظورا لانتشار ضحايا الحرب الذين ما زالوا على قيد الحياة. منصور أبو الخير لقناة حلب اليوم، الغوطة الشرقية.